متابعينا متابعي تقصى العرب، تحية طيبة لكم. نطلعكم على آخر التحديثات وآخر التوقعات الجوية خلال الفترة القادمة. تأثرت المملكة مع ساعة الليلة الماضية ونهار اليوم بامتداد لمنخفض جوي عمل على هطول الأمطار في المنطقة الشمالية، وكانت على شكل زخات في المنطقة الوسطى وبعض المرتفعات الجبلية الجنوبية. خلال الليلة القادمة هناك استمرارية للأجواء الباردة مع توقعات بهطول الأمطار على شكل زخات في المنطقة الشمالية والوسطى، مع التدنن في مدى الرؤية الأفقية على فترات بفعل تشكل الضباب. هناك توقعات بقدوم منخفض جوي جديد بمشيئة الله تدريجيا نهار يوم الخميس والجمعة. هذا المنخفض الجوي متوقع أن يجلب في طياته انخفاضا ملموسا وكبيرا في درجات الحرارة وهطولا للأمطار الغزيرة العامة في عموم مناطق المملكة. كذلك الحال تساقط الثلوج فوق المرتفعات الجبلية التي يزيد ارتفاعها عن 900 متر تدريجيا نهار يوم الجمعة بعد مشيئة الله. نستعرض معكم الآن آخر توقعات بخصوص درجات حارة خلال الفترة القادمة. 10 درجات مئوية هي العظمى المتوقعة نهار غد الأربعاء، تنخفض ليلا إلى 6 درجات مئوية. انخفاض في درجات حارة يومي الخميس والجمعة، 7 فقط هي العظمى المتوقعة في عمان الخميس، و3 درجات مئوية فقط العظمى المتوقعة نهار الجمعة، مع توقعات ببدء الفعالية الجوية يوم الخميس بدءا من المنطقة الشمالية تمتد سريعا إلى باقي المناطق. تكون هذه الأمطار غزيرة أحيانا ومصحوبة بزخات من البرد. يوم الجمعة تستمر كذلك الفعالية الجوية قوية في العديد من المناطق، هطول الأمطار الغزيرة وتساقط للثلوج بدءا من ارتفاع 900 متر، وتشمل بذلك العديد من المدن الأردنية الرئيسية بمشيئة الله. نستعرض معكم الآن آخر خرائط الضغط الجوي السطحي التي تبين كيفية نشوء هذه الحالة. هنالك توقعات بتمركز لمرتفع جوي في مناطق عدة وهامة من القارة الأوروبية، كذلك حال شمال القارة الإفريقية. تندفع إثر ذلك كتل هوائية باردة عبر الأراضي التركية مباشرة نحو حوض جزيرة قبرص والحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، وبالتالي تكون منخفض جوي في حوض جزيرة قبرص ليؤثر على المملكة يومي الخميس والجمعة، مؤديا إلى هطول الأمطار الغزيرة في عموم المناطق وعبور عدة جبهات هوائية باردة مصاحبة لهذه المنظومة الجوية. كذلك حال تساقط للثلوج فوق المرتفعات يوم الجمعة. كذلك حال هناك توقعات بهطول زخات من الثلج فوق بعض مرتفعات الجبال الجبلية العالية الجنوبية بعد مشيئة الله. كل ذلك حتى اللحظة. كان معكم الدكتور أيمن صالح من كادر التنبؤات الجوية في طقس العرب، والمزيد من التفاصيل قوموا بتحميل تطبيق طقس العرب على الهواتف الذكية. دمتم برعاية الله. Oh, oh, oh.